هاي اصحابي، اخباركم ايه؟ اتمنى انتوا كلكم تكونوا بخير وتكونوا واخدين بالكم كويس جدا من نفسكم الفتره دي. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا. انا عارفه ان انا بقالي فتره مختفيه، بس ان شاء الله الفتره دي هيبقى في فيديوهات كتير سواء هنا على يوتيوب وكمان على فيسبوك. النهارده انا جاي اكلمكم عن موبايل شاومي الجديد البوكو اكس 3 جي تي، يعني يعتبر ثالث موديل شركه شاومي تنزلها من البوكو اكس 3. كان في نسخه الان اف سي وبعد كده نسخه البرو، والمره دي بقى دي نسخه الجي تي اللي فيها حاجات حلوه ومميزه وفيها حبه حاجات يعني مش احسن حاجه. عموما بقى طبعا قبل ما ندخل في الفيديو بتاعنا يعني تعملوا بقى لايك جميل بتاعكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس. طبعا اول حاجه هلاحظ انا في الموبايل التصميم بتاعه. التصميم المره دي فيه حبه حاجات ايجابيه وحلوه جدا وحبه حاجات يعني مش ايجابيه قوي. الظهر بتاعه بولي كاربونيت او يعني بلاستيك، تصميم كده مختلف، تحس ان هو فيه تدرجات لون ولامع كده وفيه تضلعات في الظهر، ظهر مضلع كده يعني حبه شغل حلو. الجزء بتاع الكاميرات فيه بروز اقل بكتير من اللي احنا مثلا شفناها في البوكو اكس 3 برو مثلا. والتصميم بصراحه ان هو بتاع جزئيه الكاميرا عجبني شكله اكتر، حته ان هو بلاستيك وفي الفئه السعريه بتاعته ودي اللي احنا هنعلق عليها بعدين يعني ما تعتبرش احسن حاجه. مميز بقى ان هو في تصميم الموبايل، طبعا ان هو هنا في حمايه من رذاذ المياه، يعني في اي بي بروتكشن اللي هي 53 تقريبا. وكمان بقى المميز هنا في الموبايل ان الشاشه بتاعته عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس فيكتس اللي هي احدث نوع من طبقات الحمايه بتاعه جوريلا جلاس، فدي برده تعتبر حاجه مميزه في التصميم. ولكن في المجمل بقيه تصميم الموبايل يعتبر تقليدي، عندنا في الجزء اللي تحت مدخل الشحن يو اس بي تايب سي واللي انت برده بتستخدمه عشان مدخل سماعات الهيدفونز. مفيش هنا مدخل 3.5 ملم جاك، الوصله موجوده مع الموبايل في العلبه عشان توصل بقى بيها اي سماعه بتاعتك، طبعا مفيش سماعه في العلبه. وعندنا برده سماعات السبيكر هنا في الموبايل، والموبايل ان هو بيجي بسماعات ستيريو سبيكرز وبتدعم كمان تقنيه دولبي اتموس وبتدي لك تجربه صوتيات الصراحه كويسه جدا. في الجزء العلوي بقى عندنا الاي ار بلاستر او خاصيه الريموت اللي شاومي معودان عليها. زرار الباور هنا هو موجود في البصمه بتاعه الموبايل واللي كانت شغاله بشكل سريع وكويس. شاشه الموبايل ان هو 6.6 انش، والشاشه ان هو للاسف مش اموليد، هي اي بي اس ال سي دي، بتيجي بتردد شاشه عالي 120 هرتز، بتدعم كمان محتوى الاتش دي ار 10 كونتنت. في المجمل تجربه الشاشه صراحه كانت كويسه، هي طبعا لو كانت اموليد كانت هتبقى افضل بكتير خصوصا بالنسبه للفئه السعريه بتاعه الموبايل. موبايل هو تنزل سوق المصري بنسختين، نسخه 8 جيجا رام و128 جيجا ميموري، النسخه الثانيه 8 جيجا رام و256 جيجا ميموري، ودي النسخه اللي انا بجربها دلوقتي. موبايل ان هو ما بيدعمش كارت ميموري، الميموري ان هو بتاعه الموبايل من نوع يو اف اس 3.1 ودي تعتبر حاجه حلوه جدا على الفئه السعريه بتاعه الموبايل. في اوبشن الشيرد ميموري ان انت ممكن تستخدم جزء من الميموري بتاعه التليفون نفسه لو في مساحه، يعني ان هي تستخدم كرامات للموبايل، تزود الرامات 2 جيجا رام، تقدر تشغلها او تفعلها من الاعدادات بتاعه الموبايل. موبايل ان هو جاي طبعا ب مي يو اي 12.5.2 بقى، الموبايل اول ما بتفتحه بيجي لك تحديث على الموبايل يعني عشان يحسن الاداء وكده. نسخه البوكو عموما بيبقى فيها البوكو لانشر، في ناس مش بتحبه قوي وبيبقى جاي معاه حبه ابلكيشنز زياده بتقعد بقى تمسح فيهم، يعني بلاقي ان هو التيك توك والعاب كده ملهاش اي لازمه بالنسبه لي فبقعد امسحها. يعني في المجمل الاداء بتاع الواجهه ما كانش وحش معايا، يعني الحمد لله المره دي ما حسيتش بتقطيعات او حاجه مع الموبايل. وعموما طبعا عندنا ان هو اكتر مزايا الواجهه اللي احنا متعودين عليها من شركه شاومي، عمل نسختين من التطبيقات، طبعا فيس انلوك ان هو شغال كويس. الموبايل هنا كمان الهابتك فيدباك او موتور الفايبريشن اللي فيه الصراحه حلو جدا وعجبني، يعني الاداء بتاعه حلو قوي. واكتر حاجه بتميز الموبايل هنا هو المعالج بتاعه. الموبايل ده جاي بمعالج جديد ميديا تك دايمنسيتي 1100، عالج مميز في كذا حاجه. مبدئيا طبعا هو بيدعم ال 5G، يعني ده طبعا هيفرق معاك لو انت بتسافر اماكن فيها 5G. وتاني حاجه ان هو المعماريه بتاعته 6 نانومتر، ودي حاجه يعني ما بتشوفهاش غير في المعالجات اللي هي فلاج شيب قوي. عامل سكور عالي جدا على انتوتو بنش مارك لما جربته هنا على الموبايل، يعني عدى ال 500,000، برده عامل ارقام كويسه على ابلكيشن جيك بنش. الاداء بتاع الالعاب هنا في الموبايل كان حلو جدا، يعني انا نزلت بقى على الموبايل دوت الالعاب اللي انتوا بتحبوها زي ببجي، موبايل اللي هو بيقدر يشغلها على و HDR. برضو نزلت ان هو كول اوف ديوتي والموبايل برضو بيشغلها بشكل كويس جدا، ونزلت كمان عليه بقى لعبتي المفضله اللي انا قاعده الوقت كله بلعب عليها وهي لعبه جينشن امباكت، برضو كانت شغاله كويس هنا على الموبايل. واللعبه دي يا جماعه تقيله جدا. طبعا حد هيقول لي طب هو الموبايل سخن منك بقى في الالعاب وكده، صراحه في الجو اللي احنا فيه ده فطبيعي ان الموبايل هيسخن، يعني خصوصا ما فيش ولا لعبه من اللي قلتهم دول لعبه خفيفه. فصراحه انا يعني لما جربت اللعب الموبايل سخن، الجو اللي احنا فيه ده حسيت السخونه منطقيه شويه، توازنه بالنسبه لاداء الموبايل في الالعاب. موبايل هو بيجي بطارية كبيره 5000 ملي امبير، بطارية ان هو الصراحه الاستهلاك بتاعها كويس بالنسبه يعني الموبايل ان هو الشاشه بتاعته 120 هرتز، يعني هيخلص معاك اليوم كله بشكل كويس الا بقى لو انت قعدت يعني
تقلت عليه شويه في اللعب. ولكن المميز هنا بقى بجد الشاحن بتاع الموبايل. الموبايل بيجي معاه شاحن جديد 67 واط، يعني هو رقم 67 ده غريب شويه، احنا متعودين 65 50 واط. المفروض ان الشاحن دوت يعني على حسب كام الشركه بيشحن موبايل من 0 ل 100 في 42 دقيقه. في تجربتي صراحه موضوع يعني كان في 10 دقائق زياده ولا حاجه يعني، بس ولكن في مجمل ان انت تشحن بطاريه 5000 ملي امبير في اقل من ساعه، دي حاجه الصراحه حلوه جدا مميزه جدا. طبعا في ناس هتقول هو سخن منك وهو بيشحن ولا لا، هو يعني كان فيه شويه سخونيه، ولكن برضو زي ما قلت لكم احنا في الجو اللي احنا فيه ده فهي كل حاجه بتسخن يعني. بالنسبه بقى للكاميرات في الموبايل، ان هو بيجي بثلاث كاميرات خلفيه وكاميرا اماميه واحده. كاميرا اماميه هنا عندنا 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.5. اما بقى الكاميرا الخلفيه، فالكاميرا الاساسيه عندنا هنا هو 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8، وعندنا 8 ميجا بكسل الترا وايد انجل بفتحه عدسه f2.2، وعدسه 2 ميجا بكسل ماكرو فتحه عدسه 2.4. والكاميرا الخلفيه نوعا ما بتقدر تصور فيديوهات بجوده 4K بقى وفول اتش دي، وفيها اوبشنز جديده منها مثلا اوبشن الاتش دي ار اللي بقى موجود في الفيديو، والاي اي اللي بقى موجود في تصوير الفيديو. بالنسبه لتجربه التصوير الصبح، فبالكاميرا الاماميه الصور كانت طالعه حلوه والالوان كانت حلوه، يمكن بس حسيتها الالوان ممكن تكون مش مشبعه قوي، لكن العزل كان مظبوط والصور كانت مظبوطه. الاتش دي ار يعني صور وصور، ولكن كانت طالعه صور كويسه لحد كبير. بالنسبه للكاميرا الخلفيه، فانا حسيت ان الصور اللي كان فيها مثلا ورد، مناظر طبيعيه، الغروب مثلا، كانت الصور طالعه حلوه جدا. ولكن لما جيت اصور صور بتاعه الاشخاص نفسها، معالجه الالوان فيها مش طالعه مظبوطه قوي، تحس ان هي عايزه تتظبط تاني، تعدل عليها وكده. ولكن الصور بقى البورتري اللي بالكاميرا الخلفيه مش محتاجه بقى تتظبط، تحس انها متظبطه لوحدها. في الاضاءه الضعيفه صراحه الكاميرا الاماميه ما كانتش احسن حاجه، هي فيها طبعا نايت مود وكده، ولكن حسيت برده ان الموضوع ما فيهوش تفاصيل قوي، وطبعا النايت مود لازم تبقى ايدك ثابته شويه عشان الصور تطلع معاك مظبوطه. نفس تعليق بالنسبه للكاميرا الخلفيه. هلو، دي تجربة تصوير فيديو بالكاميرا الأمامية في موبايل شاومي بوكو اكسسري جي تي. المفروض ان انا الفيديو دوت على جودة فول اتش دي 30 فريم في الثانية، ومشغلة وضعية اسمها الاتش دي ار عشان المفروض يعني انها تضبط الاتش دي ار بتاع التصوير. فخليني كده احاول اجيب لكم السما ورايا ونشوف هل الاتش دي ار متظبط ولا لا. دي بقى تجربة تصوير للكاميرا الخلفية بتاعة البوكو، الفيديو دوت على جودة 4K 30 فريم في الثانية، وبرده نوق مشغلين وضعية ال HDR عشان نشوف هي عاملة ازاي. خلوني برده كده اخد لفة عشان احاول اجيب السما ورايا، اتمنى اصلا انها تكون طالعة في الفريم دوت. دي بقى تجربة تصوير فيديو بالعدسة الالترا وايد انجل، مفيش نوت وضعية ال HDR، والجودة نوت اخرها 1080 على 30 فريم في الثانية. من الاخر كده، موبايل بوكو اكس 3 جي تي يعتبر موبايل تاني او ثالث من شركة شاومي موجه لعشاق الالعاب. موبايل يعني بيدي لك معالج قوي جدا للناس اللي بتحب الجيمينج، مع بقية توليفة مظبوطة لحد كبير. ولكن المشكلة بقى في الموبايل دوت، على عكس يمكن الموبايلات اللي فاتت، هو التسعير بتاعه. اول يوم اعلن فيه عن البوكو اكس 3 جي تي ان الناس مش عاجبها التسعير، وحاسة ان التسعير عالي شوية. يعني النسخة القليلة من الموبايل ان هو اللي هي 128 جيجا مع 8 جيجا رام بحوالي 6000 جنيه، والنسخه العاليه اللي هي 256 جيجا بحوالي 6500 جنيه او 6600 جنيه. ناس كتير كانت شايفه ان التسعير ده يعتبر عالي بالنسبه لموبايلات شاومي، او بالنسبه اللي شاومي معوده الناس عليه قيمه مقابل السعر وكده. طبعا معالج جديد ومعالج قوي وموبايل فيه حبه حاجات ظريفه جدا، ولكن برضو زي ما قلت مثلا الناس هتقول لك طب ما في بوكو اف 3 مثلا ظهر ازاز بقى او شاشه اموليد وبرده معالج قوي نفس السعر تقريبا او يمكن اقل حاجه بسيطه، انا نسيت يعني، ممكن الناس ساعتها تبقى شايفاه اختيار افضل بالنسبه لهم. دي كلها طبعا حاجات هترجع لك يعني. هو عموما في الفئه السعريه دي بخصوص الناس المهتمه بالجيمنج مش هتلاقي غير تقريبا موبايلات شاومي، سواء بقى البوكو اكس 3 برو او البوكو اف 3 او البوكو اكس 3 جي تي. الحمد لله قلت اسامي موبايلات من غير ما اتلخبط. فدي كلها يعني هتبقى اختيارات بالنسبه لك انت، تشوف ايه المتوفر ساعتها وايه الانسب للميزانيه بتاعتك. عموما اكتبوا لي رايكم في التعليقات، البوكو اكس 3 جي تي والسعر بتاعه طبعا الناس اعترضت عليه، هل انت معترض على السعر ولا شايف ان السعر منطقي بالنسبه لامكانيات الموبايل؟
ولا ايه الكلام. طبعا ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب الاجمل. ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في فيديوهات كتير, وفي فيديو ان شاء الله ناوي اعمله عن الساعه دي, مش عارفه باينه ولا لا. دي ساعه شاومي المي واتش لايت, بجربها بقى لي فتره الصراحه وعجباني جدا, ناوي اعمل لكم عنها فيديو مفصل بقى الحاجات الحلوه اللي فيها. ما تنسوش بقى تابعوني على فيسبوك وانستغرام لميس الحسيني, خصوصا فيسبوك عليه مسابقه اليومين دول شغاله. وطبعا لو عندكم استفسارات ابعتوها لي على جروب تيك كيتشن, وبرده جروب تيك كيتشن هيبقى عليه مسابقات خاصه بيه هو, هيبقى ليها جوائز خاصة للناس الأعضاء بتوع الجروب. يلا باي باي.